هو انتي عملتي حاجة مش منتشرة ما بين الانفلونسرز، انتي بنيتي ثقة في ان الناس تكلمك على السوشيال ميديا وتقولك مشاكلها وانتي تقدري تقولي لها حلول. الاول عايزة اسألك النقلة الكبيرة ما بين مقدمة برامج اطفال لانفلونسر، مش عايزة اقول نفسي، انفلونسر اجتماعي، عملتي النطة دي ازاي؟ لا، النطه دي ليها سنين كتير قوي طبعا. يمكن انا قلت ده قبل كده كتير في كذا برامج، لان ده السؤال المحير اللي دايما ايش بيتسال، جاب ايه القلعه اللي جاب جنب البحر؟ الاطفال للكبار. الاطفال يعني اكتر حاجه كانت بتلمس قلبي، وانا رزقي الحلو ان بدايتي تبقى مع الاطفال، وده فعلا. رزقي الحلو ان ربنا كرمني وكنت مذيعه اطفال لمده 5 6 سنين. فانا صورت مع اطفال مصر كلهم، اللي دلوقتي بشوفهم بفرح ما شاء الله، كبروا اسم الله عليهم، بقوا يعني كلهم في حتت حلوه ما شاء الله، وبيكملوا دراستهم وكويسين جدا، فده كان من حظي. النقله جت، انا توقفت عن المحور، انا كنت مذيعه في قناه المحور فتره، توقفت. مجموعه من الاصدقاء كان يعني بافكار كده، كان لسه السوشيال يعني ايه ذو شنه ورنه، بس مش زي دلوقتي. كان لسه اللي عنده فكره يقدر يقدمها على السوشيال، دلوقتي اي حد معدي بيقدم فكره صح، واي حد بيقول اي حاجه، مظبوط. لكن ساعتها كان اللي عنده فكره بجد يقدر يقولها للناس هيأثر جدا. وانا ليا صديقي انا بعتز بيه جدا، وهو دكتور، دكتور عبد الله زكي، وده كان المؤسس معايا للفكره، وابتدينا نتكلم، وهو دايما كان بيلمس فيا الفكره دي. انا كنت بعمل قصص بصوتي على اليوتيوب، القصص دي مستمره لحد دلوقتي. القصص دي كانت مشاكل بيتم اعاده صياغه ليها، وانا بسجلها بالصوت. هو لمس فيا ان ده لطيف قوي، يعني انت ليه ما نعملش ده؟ لان الناس ابتدت، احنا عايزين نشوف البني ادمه اللي بتتكلم بصوتها دي، الصوت ده مين وراه؟ فعايزين الناس تقول انا بنام على صوتك، احنا عايزين نعرفك. وكان اول لقاء ليا بيهم على السوشيال ميديا بظهور وانا بوشي، كان بقى ساعتها في حماس من الناس، واحنا مش مصدقين ان انتي. وكانت من هي الانطلاقه الحمد لله، من سنين، احنا من 2020، من شهر 10 2020. من 2020 بقالك يعني.